السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ مع بعض برنامج ديزاين بيلدر. ده الموقع بتاعه designbuilder.co.uk. هتيجي هنا تقول له داونلود سوفت وير وتقول له ريليس سوفت وير. وتقول له حمل لي ديزاين بيلدر فيرجن حسب الإصدار بقى اللي موجود. تمام، هيبدأ يعمل لك الداونلود. ممكن تحتاج إن أنت تعمل ايميل وباسورد، تمام، يبقى ليك حساب عندهم على ديزاين بيلدر. طيب بعد ما بتسطبه التسطيب بتاعه سهل خالص، بتفتح الواجهه بالشكل دوت. تمام، دي بعض التمبليت الحاجات جاهزه تقدر تشتغل بيها، ما فيهاش مشكله. ممكن تقول له اوبن سيلكت سايت، او تقول له انا عايز ابدا مشروع جديد، او تقول له افتح لي مشروع موجود فعلا. فانا اقول له كرييت نيو بروجكت، هختار التايتل، هقول له مثلا سبايدر مان مثلا. ده اللوكيشن. تمام، تقدر تحمل اي ملف انت عايزه، سايت لوكيشن اهوت. في بعض الحاجات هي موجوده، خلينا نختار ليفربول عشان محمد صلاح. تمام، بقت اللوكيشن ليفربول. تقدر تحمل اي حاجه تانية، يعني تحمل لوكيشن تاني زي ما انت عايز. هتقول هنا انا عايز الكاونتري موجوده فين، السورس، ال دبليو ام او، الاشري. طيب انا دلوقتي مثلا هقول له الاناليسيس تايب انرجي بلس ولا اس بي ام ولا دي بي اس اي ام. احنا هنشتغل بالانرجي بلس. الليد والاشري، تمام، ممكن تحمل اي واحد فيهم لو انت عايز. دي تمبليت، تبدأ تشوف التمبليت اللي انت عايزه تشتغل بيه. تمام، بحيث مثلا انت هتركز على السي اف دي، هتركز على الميكانيكال فنتليشن، على الميكسد مود. تمام، اقول بعد كده اوكي، فهيفتح لي مساحة العمل ابدا ارسم فيها، وبعد كده ابدا اعمل الاناليسيس والديزاين بتاعي. طيب بعد كده هبدأ أرسم بعض الحاجات. أنا عندي هنا الإيديت، تقدر تضيف فيها، وبعد كده الفيجوال، هيتنج ديزاين، الكولينج ديزاين، السيموليشن، السي اف دي، دي لايت، كوست اند كاربون. تمام، خلينا نبدأ إن احنا نرسم بعض الحاجات البسيطة. وأي زونة هترسمها هتبدأ تظهر لك هنا. تمام، طيب وهنا تقدر تحط بقى اللوكيشن بتاعك لو انت عايز. تمام، اقول له لاي اوت، ابدا ارسم اهوت، اد نيو بيلدينج. انت بترسم حاجه بسيطه، وبعد كده بيقول لك انت عايز ترسم نوع الحاجه اللي انت ترسمها ايه. تمام، درو بيلد ستاندرد داتا، اوكي، وبعد كده اشوف التفاصيل بتاعتها. انت بترسم مبنى، هو بيبدا يعمل لك الحوائط ويرسم لك الارضيه ويرسم لك السقف ويحط لك الحوائط، وبعد كده تقدر تعدل انت في القيم دي بعدين. طيب هبدا ارسم. تمام، او حط لي الزونه بيلدينج 1 الحاجات اللي انا هرسمها، البلوك تايب. تمام، فروم اكسترود، يعني هرسم حاجه هو يعمل لها اكسترود، هرسم بول لاين ولا هرسم ريكتانجل. تمام، خلينا نرسم ابسط حاجه بول لاين، وبعد كده واحده واحده نتطور في الشغل ده. هرسم بول لاين اهوت. تمام، بسيط جدا، كأن انا برسم مثلا مستطيل ولا حاجه. تمام اهو، مجرد ان انا قفلت الشكل ده هيحصل ايه؟ هيحول لي الشكل ده زي ما انت شايف لحوايط، ويحط لي شبابيك، ويحط لي سقف، ويحط لي ارضيه اهوت موجوده في الزونه ديت. تمام، ده الجراوند فلور، تقدر تدخل تعدل فيه الخصائص بتاعتها، الروف، الوول، وكل وول فيها الخصائص بتاعتها. تمام، انا كده معلم على الفلور، اي شغل اعمله هيبقى في الفلور، بس اقدر اخد كوبي اعدل فيه زي ما انا عايز. ده الوول مثلا في الحيطه نفسها،
بعد كده كل شباك فيهم في موجود اهو، تقدر تعدل في الخصائص بتاعتك تلغيه. يعني هو عمل لي حاجه بس ايه، شكل كده بحيث ان هو سهل عليا الشغل. طيب هقول له شكرا. تمام هرسم حاجه ثانيه. لو انت عايز تلغي هتدوس هنا وتيجي تقول له انا عايز اعمل ديليت. تمام طيب خلينا نرسم حاجه ثانيه. اقول له اد نيو بيلدينج. تمام اقول له اوكي. هتبدأ بقى تقول له مثلا انا هرسم بول لاين اهوت. طب انا عايز البول لاين ده ارسم ارك بقى اهو، اصل انت عايز ترسم ارك. وتقدر تشوف المواصفات بتاعتها، الزاويه بتاعتها مثلا 180. تمام السيجمنت بتاعتها دي اهي مثلا اهيت. وبعد كده هقول له انا عايز ارسم خط، وتقدر تكتب يعني مش لازم تمشي زي ما انا بمشي كده، لا ممكن عايز تكتب المقاس اللي انت عايزه تقدر تكتب اللي انت عايزه. مجرد ان انا رسمت الشكل اهوت، هو اوتوماتيك هيرسم لي الارضيه والسقف والحوايط والشبابيك، ويظبط لي الاعداد بتاعتي كلها بالشكل دوت بطريقه سهله جدا. تمام طيب خلينا نرسم حاجه كمان. اد نيو بلوك. اد نيو بلوك بعتبر ان انا يعني ايه هضيف مبنى جديد، فهقول له مثلا بلاش بول لاين، انا عايز ارسم مثلا سيركل. هيقول لي ماشي، عايز ترسم سيركل ارسم سيركل، احنا يعني ارسم سيركل اللي انت عايزه. فهو رسم لي السيركل وراح محولها لمبنى كامل. اظن مفيش سهوله اسهل من كده. تمام بس يمكن اللي بيعمل البرنامج ان هو يعني بياخد بعض الوقت، يعني في اوامر كده بحس ان هو بيهنج فيها وبياخد وقت، ممكن يكون مشكله جهاز يعني. تمام طيب خلينا مثلا نقول له ايه، تعال نرسم حاجه تانية مثلا. هقول له ارسم لي مثلا بدل سيركل ارسم لي ريكتانجل. تمام خلينا نرسم الريكتانجل هنا اهوت. بس تخيل انا دوست بس ايه زرارين راح رسم لي الارضيه والحوايط والشبابيك والسقف وكل الكلام ده في ثواني. وبعد كده تقدر تعدل زي ما هنشوف مع بعض في الدروس الجايه باذن الله.